لا، ما تقدم به السيد الوزير الأول اليوم فيه إيجابيات كثيرة في الإنجازات، على سيما على مستوى السكن بكل صياغه، الصحة، التعليم، وما يخص المواطن من كهرباء وماء وغاز وسوى ذلك. لكن في بعض النقائص التي عاد سببها إلى كوفيد الذي عطل تنمية في العالم تقريبا ومنها الجزائر، والسبب الثاني النزاع الذي حصل في أوكرانيا وما زال مستمرا، لأن مستويات الأسعار التي للمواد الغذائية الأولى التي نستوردها ارتفعت كثيرا، بينما البترول لم يتجاوز سقف 74 دولار للبرميل. نحن تقييمنا العام الأولي هو أن الإيجابيات التي قدمت نباركها، ولكن القدرة الشرائية للمواطن تدهورت، وعلى الحكومة أن تحرص حرصا خاصا من أجل أن تحافظ على القدرة الشرائية، وأن توفر، أن تعمل على توفير المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن. فجزائر القرن 21 من العار أن ظلها نطارد يعني دلو من الزيت أو كيس من الحليب في الوقت الذي نبشر فيه مواطنينا بمعيشة حسنة وبتحسين مستوى المعيشة وبالمحافظة على القدرة الشرائية. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.